ناخد في الفيديو ده بقى الدورزال انتر اوسيوس ماسلز، الدورزال انتر اوسيوس ماسلز. طبعا هو هنا كاتب كلمة غلط، بس كاتب بالمر فيو، شوف حتى الأطلس بتغلط، يعني هي دورزال فيو تمام كده. طيب او لا، هو اقول لك هو ممكن يكون باصص على الدورزال انتر اوسيوس ماسل من البالم اوف ذا هاند، هي مش فارقة يعني، خلاص كده سيبك من كلمة فيو ديت، ما تشغلش بالك تمام كده. يعني هي ايه؟ خلينا ايه، دورزال انتر اوسيوس ماسل وخلاص تمام كده. طيب طبعا ايه اللي يخليني اقول ان ده بالمر فيو؟ طبعا شكل العظم يعني باين، بس لو انت حتى عايز حاجه تبين لك الريديال ارتري، الريديال ارتري بيبقى موجود هنا في المنطقه دي في الانتيرور وناحيه البالم، وبعدين بيلف ورا يخش في الاناتوميكال سناف بوكس، وبعدين يرجع يظهر تاني، يعني قصص كده ما يلزمناش الكلام ده كله. المهم ان انا عندي اربعه دورزال انتر اوسيوس ماسلز، وان هي بايب النيت ماسل، وان هي بتعمل عمليه ابدكشن، بتبدا ان هي تبعد الفينجرز عن الميدل فينجر تمام كده. التركه الثالثه واللي يمكن طبعا برضو الاوريجين بيبقى من الميتاكاربال بونز، يمكن التركيه بس في مساله الانسرشن، يعني الاوريجين هو نفس البونز الميتاكاربال بونز، لكن الانسرشن لما نيجي نبص هنا هنجد هنا ان الانسرشن في الاكس تنسور اكسبانشن. وبالمناسبه ممكن تلاقي بعض الكتب بتكتب دورزال اكسبانشن على اساس يعني ان هو موجود على الدورزال فيو او الدورزال سيرفيس اوف ذا بروكسيمال فالنكس، ماشي. طيب يبقى انا برضو هنا عندي نفس الكلام، برضو ممكن ان انا اقول ان الانسرشن في الدورزال اكسبانشن او الدورزال هود، يبقى انا كلمه هود هي تعادل كلمه اكسبانشن تمام كده. طيب طيب النقطه الثانيه هنا في مساله الانسرشن اللي بتميز بقى الدورزال انتر اوسيوس ماسلز، ان هي بتعمل انسرشن في الفالنجز نفسه، في العظمه نفسها. يبقى اللي احنا اخدناه قبل كده زمان سواء كان مع الامبيريكال ماسلز او اللي اخدناه مع البالمر انتر اوسيوس وكمان مع الدورزال انتر اوسيوس، ان هما كلهم بيعملوا انسرشن في الاكس تنسور اكسبانشن، لكن تتميز الدورزال انتر اوسيوس ماسل ان هي عندها تو انسرشن، في انسرشن في الاكس تنسور اكسبانشن او الدورزال اكسبانشن او الاكستنسور هود او الدورزال هود، انا اسف انا مو اللي انا عارف كل دي اسماء نفس الحاجه يعني تمام كده. او ممكن ان انا اعمل انسرشن في العظمه، في البروكسيمال فالنكس، في العظمه نفسها تمام كده. طيب يبقى ده كده الايه الفرق. النقطه الثانيه والفرق يمكن برضو في الاوريجن، صحيح يعني الاوريجن بيبقى من الميتاكاربال بونز، لكن هنا انا باخد من ميتاكاربال بونايه واحده، يعني باخد من عظمه واحده، انما انا هنا باخد من عظمتين دايما، يعني هنا كل عضله تاخد من عظمتين. طيب العظمه دي اللي هي ايه؟ موضوع بسيط، دي رقم واحد صح؟ بتاخد من واحد وبتاخد من اثنين، ميتاكاربال فيرست ميتاكاربال بون والسكند ميتاكاربال بون، يبقى واحد بتاخد من واحد واثنين. طب اثنين تاخد من اثنين وثلاثه، العضله رقم اثنين تاخد من العظمه من الميتاكاربال بنايه، البنايه اثنين والبنايه ثلاثه. طب العضله ثلاثه تاخد من ثلاثه واربعه، طب عضله اربعه تاخد من اربعه وخمسه، موضوع بسيط جدا في الحفظ. تمام كده، يمكن اسهل كمان من البالمر، يمكن البالمر كنت بطنش الثيرد ميتاكاربال تلخبطني شويه، بس سهله برضو يعني الاثنين اسهل من بعض تمام كده. طيب طيب انا كده اخدت الاكشن اللي هو الادكشن والابدكشن، يمكن اخر اكشن موجود عندنا اللي هو اخدناه كتير قبل كده، فكره الرايتنج بوزيشن، انه كون ان الامبيريكال ماسل بتخش في ما يعرف باسم الاكس تنسور اكسبانشن، ده بيخليها تعمل فليكشن على مستوى الميتاكاربو فالانجيال جوينت واكستنشن على مستوى الانتر فالانجيال جوينتس، وده اكشن موجود بقى مع كل من البالمر والدورزل انتر اوسيا ماسلز، ما بتفصلش بقى هنا في الايه في مساله الاكشن. نيجي لمساله النيرف سبلاي الخاص بالانتر اوسياس ماسلز، احنا طبعا عندنا هنا في نيرف شهير يسمى الالنر نيرف. الالنر نيرف ده اللي هو كان راجل غلبان في منطقه الفور ارم، كان بياخد عضله ونص الفليكسور ديجيتورم بروفاندس نص، وبياخد العضله كامله اللي هي فليكسور كاربي النيرس عضله ونص، وبعدين بينزل. الراجل ده لما بيجي ينزل في الهاند يا شباب بياخد حقه، بينتقم. الراجل ده يعني ده مثال كده جزء من انتقامه، ان هو بياخد كل العضلات الانتروسيس، يعني بياخد البالمر وبياخد الدورزال انتروسيس ماسل تمام كده. وكنا اخدنا ان هو كمان الالنر نيرف بيدي نيرف سبلاي للثيرد والفورث لامبيريكال، ارجع كده للامبيريكال هتلاقيني قلت انه الثيرد والفورث تبع الالنر، وانه الفيرست والسكند تبع نيرف تاني، مش هقول بقى انا مخبي عليه، ارجع للفيديوهات. لكن تبقى عارف انه الالنر نيرف لما بينزل في منطقه الهاند بيدي برانش بنسميه الديب برانش اوف ذا النر، وده اللي بيدي الماسلز يعني تمام كده، الديب برانش اوف ذا النر او الديب النر.